بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الله الدين. أما بعد، يه سوستن يو كفلي هنا بل فو كفلي النبي صلى الله عليه وسلم يزرقند عندان ديهو تاتشون قداي بلجنة تاتشون هسنا دارتاتشو تسنتكو لباتشون أو تتو جبريل اندات تبالاتشو ما سالفنا أهون دمو بزي كفل يتوسلون دمو يلجنتاتشون يواتن الملكات. العودة إلى أمه صلى الله عليه وسلم ودنا تاتشو من ملساتشون بتملكتا حليم السعدية دارتاتشون جبريل سنتكو لباتشون أو تتون دزاكا درقبوها لا تجباتون واقع سلماتك. فخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمي. فتأم فراتنا سقاتي أزاتنا يهون نقر بيهون بني سيسا والجبلة الناتوكا ملستشاتش. فكان عند أمه صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ 6 سنين. سدستا متسكيمونا تشودرس مانقا قويو الناتاتشوكا قويو. خرجت آمنة لتزور أخوان النبي صلى الله عليه وسلم من بني عدي بن النجار. زمروتشوان النبي عليه الصلاة والسلام أقوتو تشاتشون يبنات بكل يسوان زمروتش للتزيرات جيزات شوتات. فخرجت من مكة قاطعة تلك الرحلة الشاقة. بتعم كبات قزونو ودى مدينة قطعتشانو محلينو رجيم قزونو يعني كبات قزو جمالتش ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم. أبرات يتيم هنا ولجوا النبي عليه الصلاة والسلام أبرات نبه. فمكثت شهرا ثم قفلت توسنا عند ورقه يتشنا خلاص ودا قال لما نس بلا من ملس جملت. وبينما هي راجعة من قال لي يتملست هي لج تاممت لك من قرس جمر تاممت. ثم اشتد همم برد تعبات حتى ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة. بمكاننا بمدينة محل أبواء مبال بوتالي هي وتعلفة. أزل الرسول صلى الله عليه وسلم بلجنة النات المات أتكلم لها لم يسد استعملت لك ما أتكلم لها لهم ودى ميازنوا لت آيات سيهو تشقاقروا ما لتنو الرسول صلى الله عليه وسلم. وعاد به عبد المطلب إلى مكة. عبد المطلب يزواجه ودى مكة يزواجه متى. وكان شديد الرقة عليه لليس رسول بتعام يرارا نايزن الله تولبا أكثر من أولاده كرجو تشاتشك آياتيو كرجو تشاسب اللي طول رسول صلى الله عليه وسلم اجيقي ودنبا. فكان لا يدعه بل يؤثره على أولاده أي تواتشو نبن بك اللالو كرجو تشاتشو يبلت يسب اللي تاتش رب لجو تشاتشو تدافرو أباتيو فراش لا يقمتو برسول صلى الله عليه وسلم بيتشانا نبن ما يسقمتو. طبعا النزيه هي آيات تشولجوت أقوتو تشاتشون أنت مالت كون دمو كلجوت تشاتش يبلت آياتيو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبر مياس بلت يا آياتيو ما كم يسوي لج هيوت بزيه دنيا لا ينورو نورو وده موتنا ونا وفاة الجد يا آياتيو موت. توفي جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنوات بمكة. مكة يالو يسمن تامت لجسيهونو لك يسمن تامت سيمولاتش رسول صلى الله عليه وسلم آياتي يموت. كموتوا بفيد قنايته يوسيد تامم فرأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى أبي طالب يلجات تولج لأبي طالب أدران أبي طالب هو يلج أدران بلو أدران ست ينبي صلى الله عليه وسلم عقوتنا أبي طالب إنه متاتت لرجم أمتات أبروك ويتوال يدقفاته رسول الله صلى الله عليه وسلم يدقف عقوتيه وجرش هذا قمة ما سهزل منكم بكفر يموت. كذا يا بحيرة قام قنايتاته ومتملكته بحيرة وين بحيرة الراهب نبي صلى الله عليه وسلم أسرولتها مسيمولاته عقوتيه لنقل انكسع قسنبرنا أبو طالب
ወደ ሻም አገር ለንግድ በሚጓዝበት ጊዜ ይቃ ይሄ ልጅ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የወንድማቸው ልጅ ነው። ስለዚህ ጥሎ ቢሄድ ከበደ አቡ ጣሊብ። ከዛ ይዛቸው ሄደና ቡስራ ልክ ሲደርሱ እዛ አገር ላይ አንድ ባህታዊ ነበረ፣ ቡሃይራ በመባል የሚታወቅ ባህታዊ ነው። فلما نزل الركب خرج اليهم الذي ينقلوا قفلت لك اذا درسوا سيعرفوا وتبقى لنا وكان لا يخرج لهم قبل ذلك يفلق سويمتا ايهدم هدو سوتين ياغنيو نبر وتو فجعل يتخللهم اذا كانن لمجمرى غزي الذي يعرفوا نغاديو تشالو يهدو ميدا لا يعرفوا دنكوان لا نو شجر يلو متانا بمحلاتو سنتقو غبانا يا نبي صلى الله عليه وسلم اجازه فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. يهلج يسوج هلو عليك عدو يهلج هذا رسول رب العالمين يا علمات قيتا ملك تنيانو يهلج الله سبحانه وتعالى لعلم هلو أزان يادرقو يبي لكونه كاللال سونا يمسلات جهال. فقال له ابو طالب واشياخ قريش ابو طالب النا ابروت ينبروت يا قريش تلالق من بارو سوت وما علمك بذلك اني توكل. فقال انكم حين اشرفتم من العقبه كزي عقبت كترارو لك سبق ستلو لم يبقى حجر ولا شجر الا خال الا خر ساجدا دينغاي ميهون زاف كلهم سجود وردوان ولا يسجدان الا لنبي زافنا دينغاي لنبي ينتي سجود اي واني اعرفه بخاتم النبوه يا نبينت معتم من لا يعلو بزيد ما اقوالو اسفل من غضروف كتفه مثل التفاحه كتكشاو وطا غضروف ميبالو وطا يالو اياطنت كفنو كجربا كذا ورد بلو اند تفاح ياكل اند بوم ياكل ابط ياله نجر عله وان نجده في كتابنا يهنم مجلجا باهري زافوت سجود موردعاچو زافنا دينغاي سجود للنبي موردنا ይለዚህ ነ ይሄ ነብይ ደሞ ከጀርባው ይሄ ምልክት እንዳለበት መጻፍታችን ላይ እናገኛለን። ከዛፍም አክረመሁም ለضيافه አስተናገዳቸው እንደ እንግድነት ለአቢ ጣሊብ መልሰ ወደ አገሩ ይሄ ልጅ ካንተ ጋር እንዳይቀጥ ወደ ሻም ይዛት ይሄድ። ለምን ሮሞችና ይሁዳዎች ጉዳይ ያስፈራ ይሆን አደጋ ላይ ያደርሱበት ይችላል። እነሱም ይሄን ያቃሉ ነብይ መሆኑን ካወቁ ያጠቁታል። ነገ ክብራቸውን ሊያሳጣቸው ነገ ስማቸው ሊጠፋ ነው ነገ ዝናቸውን ሊያጡ ነው ነብይ ሆኖ ሲላ ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል አለ። አጎትየውም ራራና ወደ መካ መለሳቸው ረሱል ሰለላሁ ሐልፍ الفضل ነብይ አለይሂ ሰላተ ሰላም በህይወታቸው ከገጠማቸው ገና ነብይ ከመሆናቸው በፊት በጣም ደስ የሚለው የፍضل ስምምነት ነበር። ሐልፍ الفضل ذل قعده شهر الله شهر في ذي القعده في شهر حرام يتكبر وراتوچ አሉ መገዳደል ምንም የማይቻልበት በዛ وراቶች አንዱ ذي القعده ነው። تداعت اليه قبائل من قريش የቁረይሽ ጎሳዎች ስብብነት እንዳርግ ባዱ ነጥብ ላይ ብለው ተጠራሩ። بنو هاشم بنو المطلب بن اسد بن عبد العزى زهره بن كلاب تيم بن مره كلهم عبد الله بن جدعان التيمي بيت سبسبع درجو كولاتهم بادمي انغافا سلهونه يتكبر سلهونه بمن تسمعوا سمممنته حلف الفضول من نبر زانغزي ماننياو يمكاس يهم كمكا سوچي يمكا بنوار يهم كذا وچي هله مكا لا يمتو كتبدلو سو جون نقومال يتبدلوا قلن قمن بدايون لك الناس قبهال يسرعون قفلنا بدل اسكي استكاكل اسكي الرمد الرسل نبيهم عليه الصلاة والسلام الزيه سمنا لا يتساتفوا من اندالو تاك الله تشوه نبيه كهونه بهالا كما رواه البيهقي وصحاه الألباني عن طلحة بن عبد الله بن عوف من إلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا. عبد الله بن جدعان بيت وسط ليو سممنت ساتفيت اغنيتش ينبران ما احب ان لي بحمر النعم ينسب سبع قرتشي كاي جبلوتش بيسطني على المرطم ينسب سبع كدنيا كله ينسب سبع مرطالو ولو ادعى به في الاسلام لا اجبت
አሁን እኔ ነብይ ሙስሊም يعني እስልምና ከመጣ በኋላ ነብይ ከሆንኩኝ በኋላ እንኳን ወደዚህ ስምምነት እነዛው ሰዎች ቢጠሩኝ ይገኝ ነበርል ወለው ካፊር በዚህ ስምምነት ላይ ምንድነው ማድረግ የሚፈልጉት حق ላይ መስማማት ነው ተመልከት حق ላይ መስማማት ከካፊርም ቢሆን ጋር ይቻላል حق ላይ باطل ላይ ከሆነ ግን ከሙስሊምም ጋር አይቻልም حقን حق ለማድረግ باطልን باطል ለማድረግ ተቃራኒ አቋም ካለው ጋር ተስማማት ይችላል حق ላይ باطل ላይ ግን አይቻልም እነዚህ ظلم ሚሰራን ሰው ለመከልከል ፈልጋዋል ከፋሊም ጎን እንሳተፋለን ይሄ አቅልም ዲንም የሚያጸድቀው ነገር ነው ስለዚህ ብትጠራ ነው ወገኝ ነበር አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከልጅነታቸው ጀምሮ ተጠብቋቸዋል በመልካም ስነ ምግባር ላይ ነው ያደጉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልካም ስነ ምግባርን ከሚቃረን ነገር ሁሉ አላህ ተጠብቋቸዋል ኸምራ አይጠጡም ነበር ለጣዖት የታረደን አይበሉም ነበር ጣዖታት በዓልን መታ አያከብሩም አይገኙም ነበር ይልቁንስ ካነ ምን አወሊ ነሽአቲህ ናፊራ ምን ሀዚህ ልማዕቡዳት ልባጢላ ውድቅ የሆኑ አማልክቶችን አምልኮቶችን ሁሉ አይፈልጉም ራሳቸውን ከዛ አግለው ነበር የሚኖሩት ሐታ ለም የኩን ሸይኡን አብገደ ኢለይህ ሚንሃ ከዛ የበለጠ እሳቸው ዘንድ ተጠይ የሚጠላ ነገር አልነበረም ወሐታ ካነ ላ የስቢሩ ዐላ ሰማዕ ልሐልፍ ቢላት ወልዑዛ በላትና ዑዛ ሲማል መስማት አይችሉም ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም መታገስ አይችሉም ነበር جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من الهلال لما بنيت الكعبه كعبه يتجنب عدس او سيجنب ستادس والعباس نبينا صلى الله عليه وسلم كعباس جاي هدو دين جاي يتشكموا يقبلوا نبا فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم العباس قوتاتشو من اناتشو للنبي عليه الصلاه والسلام اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجاره شرط ان اقولك انت تكشها لا يعدرك دينغايو قطتا سونته لا يندارش فخر الى الارض وطمحت عيناه الى السماء ثم افاق اشال النار رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط صفته راساتهم ساتونا ودقوا عيناتهم ولا لا تنقطط كذنقوا فقال ازاري ازاري شرط ايت عليه تلال فشد عليه فشد عليه كذا استطقواتهم تنسوا أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية لهما فسقط مغشيا عليه راساته ستودق إلى فلما فما رؤي بعد ذلك عريان صلى الله عليه وسلم قال لك لجنة تاتو كذابها لا راك وتاتو هنا وتايتو أي توقم هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بك التايكفر إن شاء الله يا نبي صلى الله عليه وسلم بالبيتوش لجوت تاتو النا للجنم يا سيرا كفر إن شاء الله أن منكت لن هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم